رحب بالسادة الصحفيين وتحياتي للعائلات التونسية، لأنه حبينا حفل التوقيع هذايا نعملوه مشترك مع بعضنا، الوزارات المعنية اللي عندها عودة سواء من الروضات والكتاتيب، التكوين، التربية والتعليم العالي، حابين كلنا نتلمدوا مع بعضنا ونكونوا في هو عمل جماعي. مشكور للفرق اللي اشتغلت على هذا، هو مش أول مرة يتم العمل هذا، تم العمل في فترة الحجر الصحي الشامل وبعديك في فترة الحجر الصحي الموجه، والآن في ما بعد رفع الحجر الصحي اشتغلوا الفرق مشكورين. حبينا بالاجتماع هذايا بالحضور السادة الوزراء نبلغوا لهم شكرنا تقديرنا لكل ما قاموا به. الآن باش يكون توقيع البروتوكول الصحي العام الخاص بالعودة المدرسية والجامعية 2020-2021 اللي نتمناوها إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأولادنا وكل الإطار التربوي وبمعاضدة الإطار الصحي تحت ذمتكم إن شاء الله بالصحة والنجاح للجميع. مرحبا بكم ومع الناس ديسكور، هذا هو الكلمة الترحيبية. إن شاء الله باش يقع الإمضاء على البروتوكول العام هذا، وبعد ذيك الدكتورة جزارة باش تقدم لنا تعطيكم بسطة على البروتوكول العام هذا ايش موجود فيه، وكما تراوش مانع نمضيه البروتوكول. تفضلوا. قال لك إذا كان باش تتواصل معنا الكورونا 5 سنين باش يبدعوا إن شاء الله في كمامة في الصيف وكمامة في الشتاء معناتها تستجيب لظروف المناخية معناتها. إذا كان كملتوا غاديكا تعطيوا للسادة السيدات الوزيرات. السادة الوزراء، السادة الصحفيين اللي تمثلوا السلطة الرابعة في البلاد، نشكركم على دعمكم المتواصل في يعني دعمكم لنا في مجابهة الجائحة هذه كوفيد. نحب نبدأ بالشكر لكل الفريق اللي شارك في إعداد البروتوكول الصحي هذايا، من جمعيات علمية، من أشخاص مرجعية، ومن الوزارات اللي هي بارتنير واللي كانت مساهمتهم جدية ونشيطة. الوغ نحب نذكر في المنهجية متاع الدليل هذية اللي هي كانت تشاركية ومبنية على المرجعية البنش ماركينج. مراحل الإعداد، أول حاجة كوننا فريق عمل متعددة الخصاصات من إدارة طب مدرسي وجامعي، جمعيات علمية ومجتمع مدني، وأشخاص مرجعية.
شاركت إدارة الطب المدرسي والجامعي في نقاشات عبر الويب حول العودة المدرسية، ويبينار مع منظمة الصحة العالمية، ويبينار مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، باش نشوفوا التجارب متاع البلدان هذوما. تم إعداد هيكل الدليل لسكوليت، وبعد أعدنا التوصيات الصحية معتمدين بيان سور المعطيات العلمية اللي هي حتى يومنا هذا. تمت قراءة الدليل في نسخته الأولى من طرف أشخاص مرجعية، ثم تمت مناقشة محتوى الدليل مع الوزارات الشريكة اللي هما ستة في اليوم الأربعاء الفارط تحت إشراف السيد المدير العام للصحة. ثم يوم الثلاثاء تم مصادقة على هذا الدليل من طرف اللجنة العلمية لمجابهة كوفيد-19 بوزارة الصحة. شنو فيه البروتوكول هذايا؟ فيه أهم إجراءات الوقائية في وسط الفضاءات التربوية التعليمية والتكوينية. حكينا قلمو على فضاءات الإقامة، فضاءات الإطعام، وما نسيناش وسائل النقل المدرسي. التوصيات هذه تهم زادة مراكز الطب المدرسي والجامعي ومراكز الصحة الجامعية. أهم الإجراءات اللي اتخذناهم، حكينا على نظافة اليدين باستمرار، حطينا ليزانديكاسيون أمينيما اللي ناخذوا فيهم إيدينا سينو كل ساعة، الارتداء الوجوبي للكمامة للبيرسونيل الكل، وبالنسبة للأطفال التلامذة ولا الطلبة ولا المتكونين لبس الكمامة إجباري من مستوى الإعدادي 12 سنة. المراقبة والفرز عند مدخل المؤسسة يبدأ هذا ممكن، نعرفوا لهذا مش باش يكون ممكن في التجمعات الجامعية الكبيرة لي غران كامبوس يونيفرسيتير، لكن في أكثر الفضاءات المؤسسات نجموا نعملوه. كيفاش نتصرفوا عند ظهور علامات الكوفيد داخل المؤسسة؟ نوتامون يلزمنا بلاصة متاع عزل للشخص المشكوك فيه حتى يجي الولي متاعو يروح به إذا كان هو قاصر. ثم معناه toutes les recommandations vont rejoindre les recommandations nationales متاع أي مواطن تونسي. حكينا على التنظيف والتطهير متاع الفضاءات مرة في اليوم للفضاءات اللي هما مشتركة، بالنسبة للمراكز الدورات الصحية مرتين في اليوم على الأقل وعند الحاجة. التحسيس والتوعية والتواصل خاصة عند الرجوع وخلال السنة الدراسية الكل يلزم ديما نعاود ونحكي عليها. الدعم والمرافقة، ونشكر الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين اللي حضرتنا توت ان بروغرام دو سوتيان بسيكولوجيك للصغيرات، وتو نمدوكم به باش الوزارات يعني المعلمين والمربين ينجموا هما يقدموا النصائح هذه ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع صغيرات بعد 6 أشهر من الانقطاع عن الدراسة. حكينا كيف على الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، وهذوما نطلبوا باش لي ريكومونداسيون سوا رونفورسي، لكن ماهوش المعلم ولا الطبيب المدرسي اللي باش يقرر شنو هما لي ريكومونداسيون هذوما، باش يكون طبيبه المباشر باش هو يقرر يلبس الكمامة ولا ما يلبسش، يلبس سواقي الوجه ولا ما يلبسش. هذايا الكل. فما ملاحق باش تلقاوهم في اخر الدليل، هما دعاء معتمدة من طرف وزارة الصحة ولا من طرف منظمة الصحة العالمية. صحيح هو توا الدليل موجود، لكن ما تكون كان مرحلة اعداد الدليل هذايا وفما ضمانات للنجاح نتاعو، هو تبني البروتوكول الصحي وسيرتو المبادئ العامة، ويظهر لي لا سيناتور اليوم سيد الوزير من طرف 7 وزارات تعني اللي هما تبناوا البروتوكول هذايا، لكن يلزم كل قطاع يلائم البروتوكول الصحي العام للخصوصية نتاعو، وعلاش لا لبعض خصوصيات جهوية ومحلية، وتشريك الأطراف الاجتماعية في صياغة البروتوكولات الخصوصية بما فيهم النقابات، تشريك المجتمع المدني والسلطة الجهوية والمحلية، ما ننساوش الراعي والجوانب البيداغوجية، وهنا نجم نشاركوا المختصين في المجال. وشكرا للجميع. صغارنا من روضة مهما كانت المراحل متاعها، نتمنى التوفيق للسادة قطاع السادة المربين، وإن شاء الله نتلقاو في الخير. بارك الله فيكم.